رسالة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شارك قدامى لاعبي الكاراتيه الرواد التدريب الأسبوعي بتاعهم، وأعرب هنا وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستعادة ذكرياته مع الكاراتيه عن المشاركة دي وعن رواد كمان الكاراتيه. الصورة كانت جميلة جدا وأنا عجبتني بصراحة. يعني على فكرة أقول لك على حاجة يا كريم، إحنا مش متعودين نشوف وزراء يعني قدامنا كده زينا، يعني عارف أنت اللقطة طبيعية، وزير يعني إنسان طبيعي في الآخر شايفه معاك. يعني فاكر الصورة القديمة كنا بنحس بحاجة تانية. لا كانت أنا حابة جدا الفكرة دلوقتي والروح اللي موجودة عند الوزراء والكمان القرب اللي موجود للشعب، وما بقاش في قصة هنا حاجز ما بين الحكومة والشعب. لا احنا كلنا حاسين ان احنا كيان واحد، كلنا بنهدف في الاخر ان احنا عايزين نطور من هذا البلد. فاعتقد دي كلها لمسات حلوه جدا. لا وفكره ان يبقى السيد وزير الشباب والرياضه شكله رياضي. أيوة. ممارس للرياضه لياقته وشاب يا جماعه، يعني فاهمه دي في حد ذاتها برضه الرياضه زمان حاجه لطيفه يعني. خلينا ناخد على التليفون كابتن خالد جاد المولى رئيس اللجنه العلميه والتخطيط في اتحاد الكاراتيه. يا كابتن خالد انا بصبح على حضرتك، صباح الفل. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. انا هعلق باللقطه او الصوره اللي لو حضرتك بتتابعنا دلوقتي وشايفنا، طبعا صوره سياده الوزير واستعادته لذكرياته مع رواد الكاراتيه، وكانت اعتقد لمسه جميله جدا لها انعكاس ايضا يعني في النفوس. فخلينا نبدا من النقطه دي مع حضرتك. هو سياده الوزير لما جه يعني يمكن اللي معاه مدين له تايم يبقى موجود معانا في الملعب، فهو قال لهم لا الوقت اللي مفتوح ومفيش اي حاجه. هو لما حتى بيقول لي انا شعوري وانا لابس البدله شعور تاني من عمر ما لبستهاش، فبالتالي انا ايه شعوري في وسطكم حاجه تانيه خالص. بالظبط. طبعا بالزبط. هو وكابتن عطف اباظه جنبه وقدامه، وانا كنت معاه وكابتن صلاح الغزالي، فالشعور بتاعه ان هو رجع. هو كان لاعب كويس جدا وكان وصل حكم درجه اولى ومسك منطقه الجيزه فتره كويسه، وشارك برضه في اداره الكاراتيه في نادي الزمالك. فمن اللي يعني هو مش 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 مجرد انه لاعب او كده، فدي حاجه طبعا جيده جدا لما يكون موجود عندنا وزير له صوره جيده وله اداء في حتى في اللعب. يعني كان عنده سبيريت وكان عنده روح عاليه جدا وهو بيلعب معانا. لا هي لقطة جميلة بصراحة، أعتقد كل الناس اللي شافت الصورة يعني كانت سعيدة بأن هي بتشوف كمان وزير يعني معانا. وزي ما كنت لسه أنا بتكلم أنا وكريم، يعني مش حاسين أن في فعلا حاجز، فدي أعتقد لفتة جميلة جدا. طيب أنا أروح مع حضرتك هنا لأن إحنا بنتكلم أو الخبر بيتحدث عن عودة مرة أخرى أو التدريبات الأسبوعية، فخلينا نتكلم هنا بقى عن الكاراتيه أكتر والفترة المقبلة والبطولات اللي جاية. تفضل يا فندم. هو يعني تاريخ الاتحاد المصري الكاراتيه تاريخه كبير جدا وكويس جدا، وفي الفترة الأخيرة من حوالي يمكن 12 13 14 سنة يعني احنا متربعين على بطولات العالم، والدورة دي أخذوا أول عالم ناشئين وشباب، و يعني كانت حاجة جميلة إن مصر تتربع على هذا العرش بالنسبة للرياضة العالمية، وتاريخنا كبير جدا فيها. والفترة الجاية إن شاء الله إحنا عندنا جيانا فاروق طبعا في الأولمبيات تأهلت إنها تخش أولمبيات، وعندنا لاعبين تانيين بيعدوهم دلوقتي رئيس الاتحاد كابتن محمد ظهراوي بيعدوهم للفترة المقبلة، ولهم معسكراتهم ولهم جداول شغالين عليها، وإن شاء الله بإذن الله الفترة الاحترازية بس تعدي ويبدأوا. هم دلوقتي شغالين فتنس وشغالين أداء بالنسبة للإعداد المهاري، لكن إن شاء الله يبقوا في الفترة المقبلة لهم حاجه كويسه، وان شاء الله تبقى دي جيانا تبقى كتاريخ اول لاعبه افريقيه تشارك في الاولمبيات، ونتمنى انها تكون اول لاعبه افريقيه تشارك في الاولمبيات وتاخد ميداليه اولمبيه ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. طيب خليني يا كابتن خالد برضه اروح مع حضرتك اكتر للناشئين. يعني هنا بنتكلم برضو عن ان الناشئين دول هم ابطال المستقبل في هذه اللعبه او في اي لعبه عامه، فازاي برضو بيكون هنا التدريب وفكره برضو الفتره بتاعه الحظر اللي احنا كلنا شاهدناها ويمكن اثرت بشكل برضو مباشر او حتى غير مباشر على اداء الناشئين واداء اللعيبه عامه؟ هم الناشئين يعني احنا دايما بنعمل في اتحاد الكاراتيه اكتر من صف يبقى متواجد بالنسبه للمنتخبات القوميه،
يعني دايما بيتاخد من كل ايفنت بياخد 4 لاعبين عشان يبقوا لفترات طويله. يعني جانا فاروق معانا وهي سنها 14 سنه والاستاب بتاع اللي هو الدرجه الاولى اللي هم ابطال العالم برضو دول برضو موجودين معانا هم سنهم 14 سنه يعني الكلام ده من 12 سنه فهم بنعمل صف اول وثاني وثالث ورابع. الناشئين والشباب احنا عندنا القاعده في مصر بالنسبه للكاراتيه قاعده واسعه جدا فيها حدود 1,000,000 لاعب بيمارسوا اللعبه عدد ضخم جدا من الناشئين. بصراحه انا بحيي اولياء الامور لاهتمامهم البالغ باللاعبين واهتمام الدوله بيهم برضو ان بيدوها يعني لدرجه ان رئيس الجمهوريه بيهتم احنا بنسمعه ان هو بيهتم جدا بالكاراتيه لان هو شايف الكاراتيه في كل المؤسسات بتاعت الدوله الشرطه والعسكريه والحربيه كل اطار وفي الجامعات وكل شيء فاحنا عندنا القاعده كبيره جدا فبيطلع منها عدد كبير جدا من اللاعبين بالنسبه للناشئين دول والستاف اللي احنا بنقدر نعتمد عليه وناخد منه الاعداد الجيد بالنسبه للاعبين اللي هم الفرس اللي نقدر نمثل بيهم مصر. كل التوفيق كابتن خالد. احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا التليفون كابتن خالد جاد المولى. شكرا لحضرتك.